هو اللي بيفتح الباب للجزء التاني اكتر من حاجه، ان الشخص ده كان منتحل 8 شخصيات وعنده 12 بطاقه مزوره. احنا قدمنا في الجزء الاولاني 4 شخصيات ببعض الجرائم. انا شايف ان يعني ده راي شخصي بعيدا عن القانون وعن كل الحاجات، ان هو ما عملش الاعترافات الكامله بكل الجرائم. يعني انا شايف ان هو عنده 8 حيوات في 8 حيوات في اماكن مختلفه، هو ما افصحش غير عن 4 جرائم بس. فانا متخيل، وده انا عملته في المسلسل كخيال مؤلف، ان في جرائم تانية وفي ابعاد وفي احداث احنا ما شفناهاش. فده هيبقى مطروح في الجزء الثاني. كمان القضيه الحقيقيه نفسها لسه ما انتهتش، يعني هو ما اتحكمش عليه، ما تنفذش فيه الحكم حتى لو كان الحكم صدر. في حاجات احنا ما يعني حصلت في اثناء ما احنا شغالين، زي تحويله لمستشفى الامراض العقليه وبعد كده خروجه منها بتقرير ان هو ما عندوش مشاكل نفسيه بتخليه يفلت من العقاب. هو طبعا عنده مشاكل نفسيه، بس مش اللي هي بتخليه مش مسؤول عن افعاله، لا هو مسؤول عن افعاله، فممكن يعني ينفع نحاكمه بشكل كامل عن تصرفاته. هي الصعوبات فيها طبعا صعوبات نفسيه كبيره، عشان شخصيه السفاح انا بكتب شخصيه السفاح، يعني انا بكتبه، فعشان اكتبه لازم ابقى متوحد معاه، عارف هو بيفكر ازاي، بيحس ازاي، بيعمل ايه. فانت عشان تكتب ده لازم تتحول في لحظه الكتابه دي للسفاح، بقيت سفاح صغير. فانا في اللحظه دي هو فعلا انت بتبقى متوحد مع الشخصيه تماما، عشان تعرف تتكلم بلسانه، عشان تعرف هو بيطبخ ازاي، بيقتل ازاي، بيحس بايه قبل ما يقتل، بيحس بايه اثناء الجريمه، بيحس بايه بعد ما بيقتل. فلازم ده كله يكتب بشكل فيه مصداقيه عشان الناس تحس ان هو حقيقي. فطبيعي وانت يعني الممثل بيقول انا بتقمص ده، لا معلش بقى، المؤلف هو اللي بيتقمص شخصيه الضحيه وشخصيه الجاني في نفس اللحظه. يعني دي اكتر ازمه واجهتك؟ فدي كانت من الازمات. في من ازمات الكتابه كمان ان الموضوع متشعب جدا في القصه الحقيقيه. الشخصيات الكتير، المحافظات الكتير، الحيوات الكتير، العلاقات الكتير. فعشان كده انا فضلت في يعني اتكتبت اكتر من نسخه من السيناريو بطرق سرده مختلفه، لحد ما قررنا في النهايه ان احنا نستقر على الطريقه بتاعه الحكي الزمن غير الخطي. ان انا بحكي في 2014 بعدين برجع ل 99 او للتسعينات بعدين برجع ل 2017، بطلع قدام وبرجع ورا بشكل ربما يبدو ان هو عشوائي، بس هو مش عشوائي. هو لازم بيبقى في عندي نقط بتخليني اطلع وارجع عشان افسر حاجات، او عشان اشوف هو ايه اللي اثر فيه نفسيا في اللحظه دي فخلاه يوصل لده، عشان اقدر احكي الحاجات كلها بشكل متوازي فاعرض لك القصص كلها. وده كان فيه نوع من المخاطره، ان احنا المشاهد بتاعنا بيحب الشكل السرد التقليدي. يعني المشاهد بتاعنا بيحب ترتيب الاحداث الطبيعي، ما بيحبش ما احنا يعني طول عمرنا على تاريخ، احنا عندنا تاريخ طويل من السينما والدراما. المشاهد بتاعنا ما بيحبش الفلاش باك. الفلاش باك هو الصوره المبسطه لطريقه السرد اللي حاصله في المسلسل. يعني الفلاش باك اسهل، فانا اخترت الاصعب. وده حصل، يعني حصل مع المشاهد نوع من انا مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، هو الدنيا ماشيه ازاي في اول حلقتين. بعد كده في الثالثه والرابعه الامور بدات تستقر وتوضح. في الحلقات اللي بعد كده لا، المشاهد هيبقى حاسس ان احنا عايشين في كل الخطوط بشكل عادي.